طريق طريق شحال ديال الطريق ما كامله 3 كيلومتر وبيس طلبنا غير البيس غا باش يدوزو دوك الناس اللي عنده خنشات الدريك ولا سميتو يدوزها يدوزها لسميتو لدارو واللي بغى يدوز الماكينه ديال الدراسه تدوز كنهضروا على الطريق ديالنا الطريق ما عندنا لا طريق لا يديك لا يخليك انت مسرب مسرب هو اللي كاين اللي كيدخلها سميتو ومازال الساكنه الفوق هنا لهاد الجهه مازال الساكنه اللي ما عندها لا طريق لا يديك لا يخليك عندنا البلاد من هاد الجبل الفوق تنبغيو ندخلوا الماكن ديال الدراس وديال ولا الكاميونات اللي يهزوا الحجر باش هاد المواطنين يخدموا ما كاين لا طريق لا يديك لا يخليك هذا راه مسرب تتكون الشتاء تتقطع الطريق الدراري ما تيمشيوش للمدرسه هانتوما واقيلا راه كاين واحد سميتو ديال الدري صغير غادي تابع الغلم تابع الغلم ولو باش يمشي للمدرسه هو تابع الغلم لان علاش لا ما كاينش سميتو الطريق كامله على طول ما فيهاش شي بلاصه اللي هي زينه ما كاينش وتنطالبوا دابا من السلطات المحليه ومن الفاعلين الجمعويين ومن الناس اللي عندهم سميتو على هاد الغيورين على هاد البلاد هذا يتعاونوا معنا الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الله يجازيكم بخير تعاونوا مع هاد الناس هادو حيدوا لهم هاد المشكل ديال الطريق راه لا اله الا الله محمد رسول الله راه كلشي مشى هاجر دابا ما بقى والو واش غادي نسمحوا في هاد البلاد هادي من اجل الطريق علاش كاع الدواور المجاوره كلهم عندهم القدرونات كاين القدرونات البلايص اللي هما كاع ما فيهمش السكان الا هذا اشنو درنا حنايا اشنو هو دنبنا حنايا علاش هاد الناس ما كيشوفوش جهتنا علاش اشنو هو المشكل اللي عندهم معنا حنا مواطنين تنقولوا عاش الملك في كل وقت اذا خصنا حتى حنا نستافدوا حقنا هو الطريق حق ابسط حق من حقوق المواطن هو الطريق والماء والضوء هاد الدور هادو انت كتشوف فيهم كلهم رابوا كلهم كانوا عامرين فواحد الزمن دابا كلشي هاجر علاش ما كاين لا ما لا طريق الطريق هي الاساس ما كايناش وما راه مازال الناس الفوق لهاد الجهه مازال الناس غير ان حنا جينا اليوم باش نهضروا على هاد الطريق هادي انتم كتشوفوا هاد الطريق هادي اغا الطريق غا مسرب كيدوزوا منه غير البهايم والناس الماشيه وسميتو و14 عام وهاد الطريق باش دازت ودابا كنشدوا السلطه المحليه وكنشدوا المنتخبين والناس اللي غيرين على هاد البلاد هادي باش يدخلوا يفكوا العزله على هاد الناس هادو هاد الناس راه كيعانيو من الطريق كيعانيو من بزاف ديال الحوايج هما الدراري مساكن ولاو كيغادروا ولا كيغادروا المدرسه مابقاوش كيمشيو المدرسه بعيده عليهم بشي 3 كيلومتر الا كانت الشتاء ولا تغيير الجو ولا الشتاء ولا سميتو كيبقى الدري ما كتلاش كيقدر يمشي للمدرسه تيتغيب والمدرسه بعيده عليه ب 3 كيلومتر خص اللي غيوديه واللي غيجيبو ولا سميتو الطريق خايبه لا حملت كانت الشتاء حمل الواد ولا شي حاجه الدري صافي راه كيخافوا عليه والديه وكيخاف على راسو دابا الله يجازيكم بخير بغينا الناس يدخلوا المنتخبين والسلطه المحليه والجماعه ديالنا تشوف من حد من هاد الناس هادو تفك عليهم هاد العزله وتصاوب لهم هاد الطريق راه الطريق داز 14 عام هادي والناس مازال كيتشكاو الناس راه الطريق كاع داز الدوار الاخرين الا هاد الدوار ديالها تبوج معاه ما عرفنا ما علاش حنا شي واحد مريض عندنا كنهزوه في الباياس اربعه د الناس كنهزوه نقدر نهزوه الا ما لقيناش الحديد على القدرون ها غادي نهزوه 5 كيلومتر حتى نلحقوا المركز ملي كنلحقوا المركز تماك تيصيفطونا اما صيفطونا لبني ملال اما فورار عند واحد المعاناه وخصك الثاني غادي تكري لامبيلونس تخلص واحد 60 درهم ولا 70 درهم باش يتوصل بني ملال ولا فورار وحده ولا جات ولا ثلاثه لان اليوم هو يوم الجمعه عظيم عند الله الا كذبت فيها راه انا تنتحمل المسؤوليه حنا دروك ماشي غير وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه هزيناهم من هنا القدرون جاب الله تيسير كاين الحديد وما كاينين بعض المرات كنهزهم وكنهبطوهم للمركز 5 كيلومتر من 5-6 كيلومتر وشي حاجه كنطالبوا الطريق هي الاولى اول حاجه هي الطريق هي اساسيه حيت الا ما كايناش طريق خصنا نهاجروا من هذه القريه لان الطريق الا ما عندك طريق راه كلشي تقطع عليك والو حتى واحد ما كيجاوب ها انتما وهاد الناس راه فقراء ما عندهمش
عايشين غير على أربعة الشويهات ولا خمسة ولا تطلعوا للغابة هنا تيديروا الفاخر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.